الفاش من المشاكل الرئيسية الموجودة عند أي واحد بيربي حمام. إيه هو الفاش ده؟ خطورته إيه على الحمام؟ وإزاي نقي الحمام بتاعنا منه؟ ولو ظهر إزاي نعالجه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاش ده يعتبر من المشاكل الرئيسية اللي بتقابل أي حد بيربي حمام. هو عبارة عن طفيليات خارجية بتتطفل على جسم الحمام، بتنشط بالليل أكتر، ما بتظهرش بالنهار، بتختفي في العش، في الإقفاص، تحت الفرشة اللي انت حاططها في القفص، القش اللي انت حاطه في القفص، في الشقوق اللي موجودة عندك في المكان تحت القفص. بالليل بتبدأ تنشط، بتروح للحمام أو الزغاليل وتبدأ تتغذى على دمها. هي طفيليات صغيرة جدا، يمكن حجمها ما بيعديش راس الدبوس، يبقى لونها رمادي. لما بتتغذى على الدم بتاع الحمام بيتحول لونها للون الأحمر. ما بتكتشفهاش حضرتك إلا إذا طلعت بالليل وشفت الحمام ومسكته، هتلاقيها إيه، ملت إيديك كده على طول، لكن بالنهار ما بتبقاش إيه، ظاهرة. طيب خطورتها إيه؟ خطورة الفاش ده، أولاً هو بيتغذى على الدم بتاع الحمام، فهيسبب فقر دم الحمام. خطورته برضو إن هو بيساعد على نقل الأمراض بين الحمام. يمكن إحنا اتكلمنا في فيديو سابق عن جدر الحمام، وقلنا من الأسباب اللي بتساعد على نقل جدر الحمام الناموس. برضو الفاش بيساعد على نقل جدر الحمام، مش الجدري بس، ممكن ينقل النيوكاسل، ممكن ينقل السالمونيلا، أي مرض فيروسي أو بكتيري ممكن ينقله الفاش. بيسبب قلة راحة للحمام، فبتلاقي الحمام ما بينامش بالليل، فبالتالي هو ما بينامش بالليل هيجي بالنهار هيقل في أكله، لما بيقل في أكله هيبدأ يقل في البيض وهيبدأ يقل في وزنه. بيسبب إن الحمام بيسيب عشه، سواء كان تحته بيض أو كان تحته زغليل، فبيبدأ يسيب عشه وبيهجر عشه. بتيجي تقول إن الحمام سايبة أولادها أو سايبة البيض، غالبا بيبقى فيه فاش. الفاش ده ما بيظهرش إلا بالليل، فأنت ما بتشوفوش بالنهار. طيب عشان تعرف الفاش ده موجود إزاي وتكتشفه، إما بتطلع بالليل وبتمسك الحمام بالليل وبتشوفه، أو بالنهار. بالنهار عايزين تشوفوا تعمل إيه؟ ممكن حضرتك بتجيب قماشة كده بيضة وبتلفها وبتحطها تحت العش أو تحت الإقفاص بتاع الحمام أو تحت الفرشة اللي أنت فارشها في العش، سواء كان قش سواء كان تبنة أو أي حاجة، فأنت تحط الإيه، القماشة البيضة دي. بتيجي بالنهار بتشيل القماشة البيضة دي وبتفتح، بتلاقي الفاش موجود جواها، لأن الفاش ده ما بيظهرش إيه، ما بيظهرش بالنهار، ما بي ايه ما بيهاجمش الضحيه بتاعته بالنهار. طيب عشان نقي نفسنا من الفاش ده نعمل ايه، ولو ظهر الفاش عندنا نعالجه ازاي؟ خلينا الاول نعالج الفاش دلوقتي. لو ظهر عندنا الفاش موجود في مكان، اول حاجه حضرتك بتشيل الحمام ده بره خالص، والزغاليل وكله بتطلع بره خالص، تبدا المكان حضرتك بتطهره، بتشيل كل حاجة موجودة في المكان، قش، تبن، قماش، أي حاجة قديمة حضرتك بتشيلها وبتحرقها. بالنسبة للغازات وبالنسبة للمسائي والحاجات دي بتاخدها حضرتك وبتروح تغسلها وبتطهرها، بتطهرها وبتغسلها بيود. بالنسبة للمكان تبدأ ترش المكان الأول وبتغسله، بتغسله بمية بصابون ممكن، بعد كده بترشه بالكلور، بعده كده بترشه بإيه؟ بمبيد حشري. مبيدات الحشرية كتير، دازنون، البيوتوكس، الحاجات كتير، فبيترش
بالمبيد الحشري ده مرة، وبيتكرر تاني بعد أسبوع. بنكرره بعد أسبوع ليه؟ لأن المبيد الحشري ده بيشتغل على الحشرة اللي هي البلغة، لكن لو في بيض ما بيشتغلش عليه، ما بيموتش. فبيبدأ البيض ده بيفقس تاني أسبوع، وبيبدأ يظهر لك الفاش تاني. فلازم بيتكرر تاني بعد أسبوع، وممكن كمان أسبوع، يعني أسبوعين بيكرروا مرتين، ده لما يكون موجود. طيب بالنسبة للحمام بنعمل فيه إيه؟ الحمام ده برضو بنكافح الفاش اللي هو موجود فيه بالإيه؟ بالمبيد الحشري. مبيدات الحشرية كتير، مضادات الطفيليات الخارجية كتير، عندنا البيوتكس، ممكن نستعمل الدايزينون برضو، ممكن نستعمل الايفوماك، فكل المبيدات الحشرية ديت ممكن نستعملها. بنعمل تغطيس، بنعمل مغطس للحمام، سواء انت هتغطسهم فيه او هم ايه تسيبهم هم ينزلوا فيه، او بتبدأ تمسك حمامة حمامة وبتبدأ تجيب المية اللي انت حلل عليها البيوتكس، جيب بخاخة مثلا كده فيها لتر او نص لتر، تحط عليها 2 سم مثلا بيوتكس، وبتبدأ ترش الحمام من تحت الاجنحة وحوالين الديل. برضو هيتكرر تاني اسبوع لو الفاش كان موجود، يتكرر اسبوع واسبوعين كمان لو الفاش موجود. وبكده يبقى انت ايه قضيت على مشكلة الفاش لو كانت موجودة. طيب نكافح عشان نقدر نفقنا من ظاهرة الفاش دي وما تظهرش عندنا، نعمل ايه؟ المكان لازم يكون نظيف، كل حاجة في المكان لازم تكون نظيفة. المكان لازم يترش كل شهر او كل شهرين على الاقل بمبيد حشري، دايزونون، البيوتكس، اي مبيد حشري بترش في المكان. المسائي والغذائيات لازم تتغسل بصفة دورية كل اسبوع. اليود، الفضلات بتاع الحمام لازم تخرج كل فترة، ولازم المكان يتنظف كل فترة. الحمام ممكن حضرتك برضو عشان ما كنسنا من الظاهرة ديت، بنعمل مغطس للحمام، اي حاجة واسعة كده بنحط فيها حوالي 10 لتر مية، نحط فيها مثلا 20 سم بيوتكس، ونسيب الحمام ينزل فيها ويبقى زي مسبح للحمام، فدي بتبقى كوقاية. لو جبت حضرتك حمام جديد ما تدخلوش على الحمام اللي عندك على طول، لازم تبدأ تطهره ولازم تعزله فترة، عشان ممكن يكون فيه اي امراض او يكون فيه حامل لبيض الفاش ده وممكن ينقله للحمام بتاعك. لو جبت حضرتك اقفاص جديدة او اقفاص مستعملة، لازم حضرتك تطهرها كويس وما تدخلهاش وتحط فيها حمام مرة واحدة، لازم حضرتك تطهرها وتغسلها كويس قبل ما تدخلها وتحطها عند الحمام. وبكده بنقدر نقي نفسنا من الفاش وما يظهرش عندنا. وبكده يبقى احنا قلنا الفيديو بتاع النهاردة، وهو كان عن الفاش، ايه هو عرفناه، وعرفنا ايه خطورته، وعرفنا ازاي نعالجه لو ظهر، وعرفنا ازاي نقي الحمام بتاعنا منه. واتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وألقاكم في تسجيل آخر عن قريب إن شاء الله. ما تنساش تعمل تسجيل في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.